وتاسفنا يعني البرمجه لقاء هذا تاع سد عام كامل تاع الشامبيون بعد دير ماتش دو باراج وين توصل ضربه الجزاء يعني الناس كامل شفت باللي اليرد اللي طلع ناسيونال دو بتاتر ماهوش هو اللي دار المقابله المليحه اليوم مي دونك هذه هي لانجيسيس اللي كاينه في كره القدم مالوريزمون كما قلت لك مبروك البرج من العين وحظ اوفر لنا ان شاء الله.